السلام عليكم سادة الكرام تحيه طيبه عطره زكيه لكم اينما كنتم وكيفما حللتم واسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق فيما نقدمه ان شاء الله تعالى يكون نافعا وفي ميزان حسناتنا وفيما نسال الله بالاعلى والافضل ان تكونوا من الذين يوفقون لافضل ما يمكن ان يستمعون ويشاهدون ونكون على صواب في ذلك من خلال دعواتكم ان شاء الله. سادة الكرام حيكم اطيب تحيه ضمن حلقه خاصه اليوم من برنامج البيان والذي نتطرق فيه الى موضوع حساس جدا وهو في غايه الاهميه ويتعلق ما بين عقيدتين اساسيتين وشريعتين مهمتين ان شاء الله. قبل ان ابدا بالعنوان والتفاصيل دعوني ارحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج سماحه الشيخ احمد سلمان لك التحيه والاكرام سماحه الشيخ حياكم الله وبياكم وتقبل الله اعمالكم سماحه الشيخ الموضوع اليوم هو يعد من ابرز المواضيع المهمه بين الشريعتين الرئيسيتين في العالم اليوم صح نعم نعم وهو موضوع مهم ومهم جدا وله تبعات وآثار تنبني عليه اختلفت الناس في السيد المسيح عليه السلام كما اختلفوا في محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صح الاختلاف هو الاختلاف والاسباب هي الاسباب والقوم ابناء القوم وانما اختلفت الاسماء ولم تختلف المسميات اذا هناك تشابه بين بطرس وبولس في الاسلام نعم نعم وشخصيات اخرى لعلنا في سياق الحديث سنتعرض طيب. لها ولا تنسى قسطنطين طبعا ان شاء الله. سادتي الكرام اهلا بكم واسال الله لنا ولكم السداد والتوفيق هذا ما اقوله دائما. ان للسيد المسيح عليه السلام مكانه لا تقل شانا وقيمه عن سار انبياء الله تعالى عند المسلمين. وهذا نابع من عقيدتهم في الانبياء ومن تكريم القران الكريم لشخص المسيح عليه السلام. فهو كلمة الله وروح الله والمؤيد بروح القدس وصاحب المعاجز الباهرة وغير ذلك ولعل مكانته كأحد أنبياء أولي العزم تجعل له تميزا فهو نبي ورسول في آن واحد وهو الوجيه عند الله ومن المقربين وتكاد تتفق أغلب وجهات النظر في شخصيته عليه السلام بين الإسلام والمسيحية إلا ما ندر منها بحسب الاعتقاد سادة الأفاضل انطلاقا من ضرورة الإيمان بالأنبياء كواحدة من أهم أركان الدين الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم يشرفنا اليوم ولحضراتكم أن نقدم بيانا نافعا عن شخصية السيد المسيح عليه السلام وأصل تكوينه منذ ولادته وحتى غيابه بأمر الله ولعل أبرز ما نقف عليه اليوم ومتى وأين ولد السيد المسيح وما علاقة المصادر الشيعية بمولده ما هدف مجمع نيقيا وما أثره على تغيير مسار المسيحية لماذا الدعية الإلوهية في السيد المسيح وهل هنالك مولود قبل المسيح ولد بدون أب أم لا هذه تساؤلات وغيرها سوف نطرحها إن شاء الله ضمن حلقة بعنوان ميلاد السيد المسيح أسئلة مشروع سماحه الشيخ اجدد تحيتي وترحابي بك واقول من باب الايمان بالانبياء جميعا هل يحتفي المسلمون بمولد السيد المسيح كما يحتفون بمولد الرسول الاكرم محمد بن عبد الله الذي اشاد صلى الله تعالى عليه واله بعظمه السيد المسيح والذي نزل القران عليه ممجدا بالسيد المسيح تفضل انا ساذهب خطوه الى الامام وساقول القران احتفى بالسيد المسيح ووثق لنا مولد المسيح عليه السلام لما نقرا الايات الاولى من سوره مريم سلام الله عليها فكانها هذه الايات تسرد لنا احداث المولد كما يسرد المسلمون مولد النبي صلى الله عليه واله، فكل يوم تتلى فيه ايات سوره مريم عليها السلام في واقع الامر هو قراءه لمولد المسيح سلام الله عليه، فلذلك نحن نحتفي بهذا المولد المبارك المقدس الذي لا شك ولا ريب في قداسته كما أشار لذلك القرآن الكريم جيد تمام دعني أدخل بمداخلة مهمة لها تعلق بما أجبت عليه هناك مولد للسيد المسيح وهنالك يوم فيه احتفاء كبير جدا وهو في نهاية السنة وتزامن تداخل كبير فهل في النظرة الإسلامية هناك فصل كبير جدا فيما يتم الاحتفاء به بعيد راس السنه لو صح التعبير وبين مولد المسيح وهناك سلبيه وايجابيه بين هذين العيدين. جميل تاره نتحدث عن الواقع الخارجي ما يحصل وهذا الشيء يعني بعيد عنا وتاره نتحدث عن أصل المناسبة اليوم في العالم المشهور أن المسيح ولد في الخامس عشر من ديسمبر من كانون الأول ولذلك العالم يحتفي بمولد المسيح ثم بعد بأيام يكون رأس السنة الميلادية بحسب الاصطلاح المتداول طبعا للقرآن الكريم ذكر تاريخ مولد المسيح ولا الأناجيل العهد الجديد ذكرت متى ولد المسيح عليه السلام يأتي السؤال الآن هذا التاريخ الموجود اليوم هل هو مولد للمسيح أو لا الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر الجواب لعل المشاهد يتعجب أن هذا التاريخ حتى في الأوساط المسيحية هو غير متفق عليه اليوم من يحتفلون في الخامس والعشرين هي اغلب الكنائس الكاثوليكيه والبروتستانيه هي في هذه الايام تحتفل بهذه الذكرى الارثوذكس يحتفلون بمولد المسيح في السابع من شهر يناير من شهر كانون الثاني والارمن يحتفلون في السادس من غير وهناك كنائس اخرى لها تواريخها المختلفه فلذلك لا يوجد اتفاق على ان هذا اليوم هو مولد السيد المسيح عليه السلام نعم هنا قضيه مهمه يحتاج ان نقف عندها لماذا اختير هذا اليوم او هذه الايام هل هناك شواهد تاريخيه الجواب لا والف لا باعتراف الطرف المسيحي هذا التاريخ هو استنباطي وليس تاريخ وليد واقعه خارجيه هناك ايه في العهد الجديد على لسان المسيح أني أنا أزيد وغيري ينقص أو العكس أنا أنقص وغيري يزيد شيء من هذا القبيل لا أحفظ النص تحديدا أخذوا هذه الكلمة قالوا نور المسيح نعم ومنها استولد على مولد نعم نور المسيح في ازدياد وظلام نعم وظلام الظلم والجور والوثنية في تناقص فمن هذا المنطلق اختاروا اليوم الذي يكون في السنة الليل فيه أطول عدد ممكن من الساعات وطبيعي سيكون في الشتاء في شمال كولاضية طبعا فكان الاختيار وقع الاختيار على يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر بحيث الليل يكون طويل بعد هذا اليوم الليل يبدا في التضاؤل وكان القضيه رمزيه لا اكثر ولا اقل فمن هذا المنطلق اختاروا هذا اليوم ليس لان المسيح ولد فيه فقط لان الليل فيه طويل ويبدا في التضاؤل فيما بعد وطبعا هنا قضيه طريفه لابد ان نعرج عليها طبعا هذا الاختيار كان قرار كنسي سياسي لعله في القرن الرابع ميلادي في 325. بعد ان اقر هذا اليوم وجدوا ان هناك خطا في الحسابات، نعم، وان هناك يوم اخر هذا اليوم هو الذي الساعات فيه ساعات الليل اطول. فاضطروا الى تغيير التقويم الحساب الشمسي للشهور باضافه عشره ايام كامله لكي يصبح يوم 25 ديسمبر هو اليوم الاطول، اضافوا عشره ايام في شهر اكتوبر، يعني العالم في ذلك الوقت ناموا كان تاريخ الخمسة من اكتوبر، استيقظوا صباحا والتاريخ أصبح الخامس عشر من أكتوبر ومنها صار التغيير من التاريخ اليولياني تقريبا هذا اسمه إلى التاريخ لغريغوري أو فحصلت انتقال وتلاعب بالحساب الشمسي بالتقويم الميلادي فقط ليصادف اليوم الذي هم حددوه ذكرى مولد المسيح بحسب الاستنباط الموجود عندهم فلذلك هل يوجد يوم يمكن ان نقول ان هذا اليوم هو اليوم الذي ولد فيه المسيح الجواب هذا صعب وصعب جدا تمام طيب هذا في حدود ما يقع ضمن مساله الزمان طيب انتقل معك الى قضيه المكان اين ولد المسيح؟ انت اجبت الان في حدود ما يتعلق بالزمان لو سالنا اين ولد المسيح وهذا هو السؤال للمكان. نعم. هل نعم. الشيعة مصدرية في ذلك؟ رؤية في ذلك؟ بعد أن ناخذ منك الوجهة المسيحية. يعني المكان المشهور، نعم. نعم. تمام. المكان المشهور هو كنيسة المهد الواقعة في بيت لحم في الأراضي. الفلسطينية المحتلة التي اليوم اقتحمت بيت لحم وحتى المسيحيين يعني ضيق عليهم الصهاينة أيضا دائما نقول الصهاينة أعداء لكل البشر وليس فقط للمسلمين هذا رأي القول المشهور والذي تخدمه الشواهد التاريخية والتواتر الأجيالي وحتى بعض النصوص الوارده من طريق اهل البيت عليهم السلام عندنا في الوسط الشيعي روايه اخرى ان المسيح عليه السلام ولد في كربلاء وتحديدا في موضع قبر الحسين عليه السلام وهذه الرواية جاءت في سياق تفسير قوله تعالى وانتبذت بي فانتبذت بي مكانا قصيا مكان بعيد أنها خرجت إلى كربلاء وولدت هناك ثم رجعت به إلى كربلاء ولكن أيضا توجد رواية أخرى موجودة ولعل الإخوة في العراق سيتعجبون من هذا أن المسيح ولد في بغداد وتحديدا في مسجد بغاثة المعروف اليوم مسجد بغاثة الموجود في بغداد نعم هو مسجد مشهور فعندنا إذا ثلاث روايات الترجيح لعله الرأي الأول الذي تدعمه الشواهد التاريخية المختلفة تدعمه الشواهد الأثرية وتدعمه الشهره والتواتر الاجيالي طيب سمعت شيخ هناك قرائن تاريخيه واثريه تدل على ذلك غير ما تفضلت به الان هذا الكلام حساس جدا كما تعلم يعني كنيسه المهد الكلام كله حول كنيسه المهد ولكن طبيعي في كل الشخصيات العظيمة في العالم الشخص لا يولد عظيما هو يصبح عظيما لم يكن أحد يعلم أن هذا الشخص سيكون المسيح لذلك لم يهتم بمكان مولده أضف إلى هذا أن ولادته كانت سرية مريم سلام, سلام الله عليها أخفت هذه القضية إلى أن جاءها الأمر الإلهي بالجهر بها وأنها ستكون لها آية وإلا طبيعي مرأة تلد طفلا بغير أب لن تكون القضية مشهورة فلذلك لا يمكن الاعتماد على بحث أثري أو ما شابه لا القضية كانت في كنف السرية طيب إلى أي مدى يتبنى هذا الكلام سمعت الشيخ لأن أنت بهذا القول تنسف عقيدة برمتها تتكون بقرابة 4 مليار كما النسبة التي يتفق أو تقنن عليها المذهب الشيعي ماذا؟ المسيحية في أي جانب؟ في مسألة ولادة المسيح في بيت لحم وفيما أنت تقوله الآن فيما يتعلق بالشيعة في الشيعة المسيحية في... أين يقولون هو ولد؟ في بيت لحم لا لا المسيحيه لا, أو لا في سماح المسيحي الشيخ أو تقريبا الشيخ لو تسمح لي نعم هو لو هذا تسمح لي انا رجحت هذا الراي لو تسمح لي نعم انا رجحت هذا الراي انه ولد في بيت لحم تمام هذا بده بت... هذا منصوص عليه بحسب انجيل متى وعندما تقرا في بدايه انجيل متى تجد في نهايه الاصحاح الاول انه ولد في بيت لحم مساله الزمان تم الكلام عنها من قبلكم لكن اسال بما يتعلق في قضية، لو تسمح لي، اسال بما يتعلق في قضية ولادة نعم. السيد المسيح في العراق في كربلاء في بغداد كما قلت في في مسجد بوراثة او في كربلاء استنادا لما ورد في بحار الانوار على ما اعتقد هذه الرواية التي ذكرتها قبل قليل. إلى أي نسبة يمكن الاستناد على ذلك؟ كم هي النسبة؟ 100%، 90%، 30، 40؟ لأن أنت بهذا الكلام تنسف عقيدة بأكملها تتكون من 40 تتكون من مليار مسيح لا لا بالعالم أنا أنا ذكرت أن هناك ثلاث روايات. مه. لا لا أنا لم أنسف شيء، لا أنا أتحدث عن ثلاث روايات جيد. موجودة في المصادر الشيعية. الأولى أنه مولود في بيت لحم، ورواية موجودة في تفسير علي بن إبراهيم القمي. مه. الثانية أنه مولود في كربلاء. والثالثة أنه مولود في بغاثة فأنا قلت الترجيح طبعا الروايات متعارضة نحتاج إلى مرجحات الترجيح يكون للرأي الأول أنه مولود في بيت لحم عندنا مرجحات تاريخية جغرافية عندنا أشبه ما يكون بالتواتر الأجيالي لهذه القضية أنا لا أنسب شيء بالعكس أنا توجد رواية أنا قلت توجد روايات أنه ولد بالعراق سواء في كربلاء أو في بغاثة في بغداد ولكن هذه الروايات لا تصلح أن تعارض ما دل على ولادته في بيت لحم وما يرتبط ب حتى بالواقع الجغرافي مرأة حامل لا يمكن أن تنتقل هذه المسافة بهذه الصورة على كل حال. بالنهايه نحن نتفق انه ولد في كنيسه المهد في بيت لحم. طيب سمعت الشيخ لكن لو رجعنا على سبيل المثال والتأييد لجزء ما تفضلت به لو رجعنا الى ترجمه براثه فهي تكون بالاراميه القديمه معناها ابن العجائب. كيف تكون النسبه المرجحه هنا؟ نعم. يأتي الكلام فيما يرتبط بالتسمية وتاريخ التسمية وتبحث تفصيلا في هذه القضية لكن قلت لك أنه المسألة فيها رواية واحدة هذه الرواية بهذا المقدار لا يمكن أن تعارض الجانب الآخر فالآن فيما بين أيدينا الأرجح أنه ولد في بيت لحم تمام أحسنت طيب سمع الشيخ كيف صار الاقرار الكنسي؟ كيف تم الاتفاق على ان هذا اليوم هو اصبح عيدا قطعيا بالنسبه للنصارى حتى ساروا على هذا المعتقد واصبح جزء لا يتجزا من عقيدتهم؟ هل هنالك مؤتمر؟ هل هناك اجتماع مميز؟ تحظى له الكنيسه المسيحيه اليوم بالقداسه؟ نعم 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 نعم، أنا أشرت في جوابي الأول إلى ما عُبر عنه بمجمع نيقية أو مؤتمر أجمع. نيقية. هذا المؤتمر هو الذي حدد مسار المسيحية الحديثة. قبل هذا المجمع أو قبل هذا المؤتمر كانت هناك آراء كثيرة في المسيحية وكانت هناك اختلافات شتى حتى في اصل فهم المسيحيه هذا المؤتمر هو الذي وضع قوانين وجعل هذه المعتقدات مقبوله وهذه المعتقدات تعتبر هرطقه هذه الكتب قانونيه وهذه الكتب غير قانونيه هذا المؤتمر هو الذي رسخ صوره المسيح وقال هذا هو المسيح وما سوى هذا الاعتقاد كفر والحاد وطبعا هنا سنتحدث ليس فقط عن مؤتمر كنسي وانما سنتحدث عن قرار سياسي اتخذ لصياغه مسيحيه بالطريقه التي يريدها الحاكم وهنا بين قوسين الذي حصل في الإسلام نفس الشيء طبعا ما الذي يقول أن هذا الكتاب صحيح وغيه ليس بصحيح وهذا المعتقد هو الذي لا بد أن يعتقد به وغيه الحاد أو كفر أو ضلال السياسة هي التي تدخلت في كل هذا يعني سنرجع إلى المسألة السياسية بالنهاية يعني تريد أن تقول أن الدور الأساس في ذلك هو لقسطنطين الرائد الاول في انحراف المسيحية. نعم قسطنطين قسطنطين هو حاكم وملك وتهمه او يهمه بالدرجة الاولى تثبيت ملكه وعرشه وكسب الانصار هو صاغ المسيحية بهذه الصورة بحيث يجمع بين ارضاء المسيحيين من جهه الذين كان عددهم لا باس به وايضا المحافظه على الجذور الوثنيه للدوله البيزنطيه للرومان عموما تمام فنتحدث عن حصول تزاوج بين الوثنيه وبين المسيحيه ولذلك 25 ديسمبر هذا التاريخ ستجد أنه كان عيدا عند كثير من الملل والطوائف الوثنية قبل المسيح أو قبل مجمع نيقية طيب لكن سمحت الشيخ يذكر لنا التاريخ أن قسطنطين كان على مذهب الأريوسيين والأريوسيين هي مذهب هم مذهب يتبنى قضية أن سيد المسيح هو ليس ابن الله بل هو عبد الله وهو نبي مبشر به من قبل الله والمشكلة أن الطرف الآخر أو المذهب الآخر الذي كان متمثلا بأسقف مصر في ذلك الوقت أو بلاد وادي النيل تقريبا هو كان مؤيد لخلاف ذلك يدعي بأن المسيح هو ابن الله المذهب الثاني غلب المذهب الأول ومن ثم فيما بعد تغيرت وجهة نظر قسطنطين أما سابقا هو لم يكن وثنيا بحسب الله هو العكس نعم مجمع نيقيه الذي حصل هذا المجمع هو بالاساس حصل لضرب اريوس ولضرب الاريوسيه ولاعتبارها هرطقه ومن البعيد نعم. ان قسطنطين ياتي من يفرض عليه رايه لا الرجل كان وثنيا ووجد في المسيحيه التي تعتقد في ان المسيح ابن الله هو امتداد للميثولوجيا الرومانيه فلذلك هو كسلطه سياسيه مع اتباع المذهب الاخر المذهب المؤله للمسيح قاموا بعمليه تزاوج بين الامرين و ولد لنا المسيحيه المعتقده بألوهيه المسيح والمعتقده بالاقانيم الثلاث والا قبل مجمع نيقيه عفوا مجمع نيقيه كان هناك الكثير من المسيحيين يرون ان عيسى عليه السلام هو عبد هو انسان بل هو نبي ومصلح السلطه السياسيه لما تبنت هذا الراي فرضته فرضا ومنها حصل تغيير في المسيحيه بالكامل والقداس والكهنه عبر بما شئت الذين كانوا يعتقدون بان المسيح عبد لله انه نبي انه مصلح نفوا وضيق عليهم وهربوا من تلك المنطقه بعد ان حصل لهم اضطهاد ولذلك بين قوسين بحيرة الراهب الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وآله التراث المسيحي يقول أنه كان أريوسيا واستقر في تلك المنطقة أشبه ما تكون القضية بالمنفى ابتعد لكي لا يضطهد كما اضطهد أقرانه فعلا سمعت الشيخ كذلك من بعد قسطنطين جاء ابنه وعاد المذهب الأريوسي الذي يتبنى قضية بأن السيد المسيح نبي وليس ابن الله وضرب باقي الكنائس وبنى ابن قسطنطين ثلاثة كنائس في العالم من ضمنها للدولة الحميرية والعاصمة الحميرية عندك في اليمن وكذلك في أماكن أخرى سماحة الشيخ أنا ممتلك بالشكر الجزيل على ما تفضلت به ومن دلالة ذلك هو ما كان في عقيدة بحيرة لأريوسي الذي يؤمن بأن السيد المسيح عبد الله وليس ابن الله فاصل وبعدها نواصل معك إن شاء الله بشرى فمولد صاحب الأمر أهدي إليك طرائف البشرى وبطلعة منه مباركة حي بوجهك طلعة البدر وكساك افخر خلعة مكثت زمنا تنمقها يد الفخر هي من طراز الوحي لا نزعت عن عطف مجدك اخر العمر واليك ناعمة الهبوب سرت قدسيه النفحات والنشر فحبتك عطرا ذاكيا وسوى ارج النبوه ليس من عطر الان اضحى الدين مبتهجا وفم الامامه باسم الثغر وتباشرت اهل السماء بمن حفت به البشرى الى الحشر فرحت بمن لولاهما حبيت شرف التنزل ليله القدر ولما اتت فيه مسلمه بالامر حتى مطلع الفجر فجري. لله مولده, لله مولده. ففيه غدا الإسلام يخطر أيما خطر هو مولد قال الإله به كرما لعينك بالهنا قر السلام عليكم سادة الكرام تحية طيبة لكم بخالص الود والمحبة نواصل معكم موضوعنا اليوم وهو من الموضوعات المهمة والرائدة في العقيدة المسيحية والإسلامية لكم أطيب التحية ولسماحه الشيخ أحمد سلمان لك التحية والإكرام سماحة الشيخ قبل أن نأخذ الفاصل تكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو مختلف فيه من قبل المسيحيين وما يتعلق كذلك بالمذاهب المتنوعه والمختلفه حتى وصلوا ما وصلوا بالسيد المسيح انهم قالوا هو ابن الله ومنهم من اعطاه صفه اكبر من ذلك وهي ادعائهم بالوهيته وهذا ما اشار اليه القران الكريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي من دون الله إلهين إلى آخر النص القراني وسؤالي هو سماحة شيخ لماذا ادعيت الألوهية في السيد المسيح هل لأنه ولد بدون أب أم بسبب المعاجز الباهرة التي جاء بها ولربما لم يأتي أحد قبله ولا بعده تفضل جميل جدا طبعا مما لا شك فيه ان المسيح هو ايه من ايات الله جل جلاله ايه في مولده الميلاد العذري كما يصطلح في الاوساط المسيحيه وايه في انه تكلم في المهد وايه فيما جاء به فيما بعد من كرامات ومعجزات كان يبرئ الاكمه والأبغص والاعمى والاهم من هذا كان يحيي الموتى كل هذه الامور كانت بمثابه واقع يحتاج الى تفسير واقع خارق للعاده يحتاج الى تفسير هذا الواقع هو الذي ولد سؤالا حول حقيقه هذا الرجل الذي يفعل كل هذه الامور من أيام المسيح تولدت فكرة أنه إله أو نصف إله أو ما شابه من هذه الإدعاءات نتيجة وجود ثقافة وثنية موجودة في الأساطير في الميثولوجيا الرومانية والميثولوجيا المنطقة عموما أن هناك أنصاف الآلهة موجودة هذه القضية وعندنا الشخصية المعروفة هيركوليس الذي آه، 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 طبعاً حتى الآن كشخصية أيقونة في عالم الرسوم آه، الرسوم المتحركة للأطفال أن هو وليد تزاوج مرأة أرضية وإله سماوي هو أبوه الإله زيوس وأمه مرأة من الأرض وعندنا شخصيات كثيرة كثيرة من هذا كثيرة. النوع شخصيات أسطورية ظاهر الامر ان تشبع هذه الثقافات او هذه المجتمعات بفكره نصف الاله جعلتهم يفسرون هذا الواقع الذي حصل مع المسيح عليه السلام بانه اله او نصف اله، وبقيت هذه مجرد افكار جزئيه الى ان حصل ذاك المجمع المعروف واقرت فكره ان المسيح هو اله وهو ابن اله وان من يعتقد بخلاف هذه العقيده فهو مهرطق يجب ان يطرد بل في بعض المراحل كان يقتل فانا اعتقد ان الاعتقاد بان المسيح اله هي نتيجه التشبع بالثقافة الوثنية التي كانت موجودة في العصور السابقة طيب سمحت الشيخ هل يمكن القول آه بأن ما موجود آه في التراث العقائدي المسيحي والموافق كذلك لما جاء في القرآن الكريم آه ما عدا قضية الصلب والتثليث طبعا آه كانت هي فتنة من الله أم آه هي مسألة نعم. عقائدية أخرى يلزم على المسيحي أن يعتقد بها ولو جئنا وقارناها بالأمور الفطرية الاعتيادية قال ما قال كثيرون أن من حق أتباع المسيحي أن يؤلهون السيد المسيح لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه صفات إله وهي منحت لهم من قبل الإله فهل كانت المسألة مسألة فتنة أم ماذا؟ سمحت الشيخ يعني نعم نعم آه لا شك ان آه كل العالم الذي نعيشه هو بلاء الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا هذا بلاء آه ايضا عندنا سنه الفتنه احسب الذين امنوا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون هذه هناك جهه الابتلاء والفتنه موجوده وايضا جهه التدخل البشري، دخول المصالح الدنيويه ودخول المصالح السياسيه والتلاعب بعقائد الناس لاجل الدنيا، ايضا هذا الامر كان حاضرا بقوه في كل الاديان، طبعا ليست القضيه خاصه بالمسيحيه، دائما اكرر حتى في الاسلام. فاعتقد ان الذي رسخ فكره الوهيه المسيح هي السياسه والسياسيين وتلاعب الطغاة بدين الناس لتثبيت ملك من الملوك. الدوله مه. الرومانيه هي اكثر دوله حاربت المسيحيه بل هي التي صلبت المسيح فيما بعد تتحول وتصبح اكثر دوله مسيحيه بل تقاتل لاجل نشر المسيحيه، هل معقول ان هذه القضيه قضيه ايمان وكفر أو المسألة تدور مدار ما الشيء الذي يحقق مصالح هذه الدولة تقصد بيزنطة سمحت الشيخ صح؟ نعم نعم الدولة البيزنطية نعم جيد, جيد. سمحت الشيخ أنتقل معك إلى نقطة أخرى وهي بما يتعلق بمكانة السيد المسيح في الدين الإسلامي وأقف تحديدا في المنطقه الشيعيه. تفضل. نعم. لا شك ان لعيسى عليه السلام خصوصيه اولا من جهه انه نبي رسول بل من اولي العزم. اولي العزم بمعنى انه صاحب شريعه وصاحب كتاب. ونبي خص بمعجزات كثيرة القرآن الكريم ذكرها وأثبتها ولعله من أكثر الأنبياء ذكرا لكراماته ومعجزاته في القرآن الكريم في الجانب الشيعي لل في الجانب الإسلامي الشيعي للمسيح خصوصية أنه مم. إرتبط بآخر الأئمة الاثني عشر وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجا فالمسلمون أجمعوا على أن المسيح يرجع في آخر الزمان أو ما يسميه المسيحيون بالدينونة وفي ما أخبر به الصادق المصدق النبي صلى الله عليه وآله نعم لهم يعتبرون القيامة قيامة المسيح يأتي ويصلي خلف الامام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، بل في رواياتنا ان الله ذخره لاخر الزمان لاجل مساعده الامام المهدي عجل الله تعالى له الفرج في اقامه دوله العدل. فلذلك عيسى عليه السلام مرتبط ارتباط وثيق بامامنا المهدي عجل الله تعالى له الفرج. بالتالي اقرا من كلامكم هذا سمعت الشيخ ان هنالك مشتركات كثيره جدا لا سيما هذا المشترك المهم نعم هناك مشتركات اخرى سماحة الشيخ نعم على المستوى نعم القران نعم والانجيل مشترك مهم ان المهدي وعيسى عليهما السلام المشتركات كثيرة ترى لو أبعدنا ما ذكرناه في قضية السياسة وإفساد العقائد المنظومة الأخلاقية التي جاء بها المسيح هي نفسها المنظومة الأخلاقية لأهل البيت عليهم السلام وصايا السيد المسيح هي دروس أخلاقية لو طبقها العالم اليوم لو لعشنا بخير سيد المسيح كان رجل سلام وكان يريد توحيد هذه الأمم على العدل وعلى القسط وكان يدعو إلى محاربة الظلم رجل ساح في الأرض ليرفع كلمة التوحيد ويدعو إلى توحيد الكلمة ولكن حصل فيه ما حصل طيب ما موقف بني جبل صهيون في زمن المسيحيه او في زمن وجود السيد المسيح عليه السلام من السيد المسيح او بعباره ادق ما موقف اليهود من السيد المسيح وما موقف السيد المسيح من اليهود بوقتها سمحت الشيخ <applause> سؤال جميل جدا ويحتاج بعض الوقت طبعا اليهود في ذلك الزمان هم أكثر ناس حاربوا السيد المسيح ووصفوه بأقذع وأبشع الألفاظ ولا زالوا إلى يومنا هذا يذكرون في حقه أسوأ ما يمكن أن يقال من ألفاظ يعتبرونه عياذا بالله ابن حرام ابن زنا يعتبرون الشيطان تمثل فيه طبعا هم يعبرون عنه بيسوع الناصري ولا يسمونه باسم المسيح وهم الذين حرضوا الدوله البيزنطيه على قتله وعلى صلبه، يعني المؤامره هي كانت من اليهود ولم تكن من غيرهم. تحديدا من يهود الاسلام. مؤامره اليهود ضد انبياء الله عز وجل بدات من قبل المسيح مع يوحنا يوحنا المعمداني الى زكريا الى سلام الله عليهم كلها حصلت هذه المؤامرات العجيب هنا اريد ان اركز على قضيه خطوره دخول السياسه في الدين هل تعلم ان باب الكنيسه الكاثوليكيه قبل سنوات من الان او لعله قبل عقود انا لا يحضرني الان التاريخ الدقيق اعلن في اعلان عالمي في اقرار كنسي ان اليهود براء من دم السيد المسيح وانهم لم يتسببوا لا في صلبه ولا في قتله رغم ان الاناجيل تصدح بذكر هذه الحادثه بل اليهود هم يعترفون بهذا الامر انظر خطورة دخول السياسة في جانب الدين وهذا لها قابلية تحريف وتزييف التاريخ بالكامل التوراة تشهد بمكائدهم وعلى هذا والإنجيل فتصفح. كذلك يشهد بمكائدهم حتى نعم؟ في قضية أورشليم في قضية القدس حاليا وماذا قال لهم السيد المسيح آه أنكم عندما نعم؟ سوف تحتدون على القدس ماذا نعم؟ سوف يحل بكم يعني بأورشليم وهذه النبوات موجودة وكثيرة وحصلت وحصل فيما بعد هذا الشيء بعد عقود فقط من موت السيد المسيح. عموما التلاعب بالتاريخ هذه قضيه الحديث فيها ذو شجون واقعا. طيب سماحه الشيخ ما الثمره العقائديه من احياء مولد السيد المسيح والاعتقاد به جمله وتفصيلا ملازمه بما تفضلتم به كان السيد المسيح عليه السلام جاء بمكارم الأخلاق والرسول الأكرم تمم مكارم الأخلاق هذا من جهة محمد بن عبد الله ومن جهة أخرى بما يتعلق به كونه مخلص آه لزاما وتعلقا بالمخلص الأخير وهو محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من كلا الجانبين تفضل الشيخ لا شك أن السيد المسيح جاء مخلصا للعالم في ذلك الوقت للعالم الذي كان يقع تحت وطأة ظلم البيزنطيين وتآمر اليهود في ذلك الوقت والعالم لا زال يعاني من نفس هذه المشكلة اليوم نحن أمام وطأة استعمار أو احتلال أو هيمنة غربية وتآمر صهيوني، المشكله هي المشكله. والواقع هو الواقع، ولم نتعلم الدرس الى اليوم من السيد المسيح سلام الله عليه. لذلك انا اعتقد بث تعاليم السيد المسيح ونشرها في العالم، لا سيما عامه الناس الذين ليست لهم مصالح مما يحدث اليوم، امر مهم ومهم جدا. واذا رجعنا الى الجانب العقائدي فالتعريف بالمسيح الانسان المصلح النبي الذي ارسله الله عز وجل اعتقد انه يغير الكثير واذا تذكرون تحدثنا في حلقه جعفر بن ابي طالب عليه السلام عن موقف النجاشي وكيف تحدث جعفر وعرض له عقيدته في المسيح فالقضية انا اعتقد ستغير على الارض الكثير الكثير. جميل. سماحة الشيخ ختاما آه لم يتبقى من هذه السنة ولم يتبقى من وقتنا القليل طبعا. وسؤال في ختام لكم سماحة الشيخ، لم يتبقى من هذه السنة الا اياما آه آه قلال جدا وهناك كثير من المسلمين للاسف الشديد يحتفلون ظنا منهم انهم يحتفلون بمولد السيد المسيح عليه السلام. وهم يلازمون بذلك أعيادا هم لا يعلمون أصلها وتأصيلها وهناك يحصل ما يحصل من تصرفات لا تتناسب مع قيم الإسلام ولا مع قيم السيد المسيح جملة وتفصيلا ما الكلمة الرائدة والقيمية في نهاية هذه الحلقة لكم الحديث سمعت أعظم مشكلة يعانيها بعض شبابنا اليوم هي الجهل والانهزامية الحضارية هو جاهل لا يعرف أي شيء ولا يعرف أصلاً بماذا يحتفل وفي نفس الوقت هو منهزم حضاريا يرى أن الإنجاز المهم الذي يقوم به هو أن يقلد الغرب ويحاكي الغرب فيما يفعله. انا اساله هل الغرب هذا الذي تحاكيه هو يحتفل بايامك يقف معك في مناسباتك المختلفه سواء رمضان او الاعياد او عاشوراء او غيرها، يعني تامل وتدبر في هذا الشيء، طبعا انا لست ضد تهنئه المسيحيين من باب تحقيق مبدا التعايش السلمي ومن باب مشاركة قد يكون شركاء في الوطن لكن أنا ضد تضييع الهوية والذوبان في الآخر يعني ترى الشاب قد يتقزز وينفر من المناسبات الدينية التي من صميم دينه ومذهبه ولكن لا يرى أي حرج في أن يشارك في هذه الاحتفالات التي قد تكون فيها كل انواع الموبقات وكل انواع الذنوب ترى هذا الشاب لما مثلا في ايام محرم لماذا تنفقون كذا وهذا الوقت والمال والجهد ولكن ترى عادي جدا ان تصف بعض الدول ملايين الدولارات على الألعاب النارية فقط وهذا عجب عجاب سدت بسماحة الشيخ شكرا جزيلا لك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك فائدة قيمة وتامة لكم سادة الكرام انتهى وقت هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع